طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة انه صوت يعني وكان وحشنا كلنا الحقيقة، فنانة الجميلة حنان ماضي اللي رجعت نورت الدنيا وغنت تاني في رمضان تترات للمسلسلات زي ما كنا كلنا زمان بنسمعها، وزي ما كنا بنسمع تتر المال والبنون مع الفنان علي الحجار. السنة دي فنانة حنان ماضي رجعت بتتر مسلسل ضرب نار للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العاضي. خلونا نسمع مع حضراتكم تتر المسلسل ونستمتع بيه، ونروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. مش فارقة مين اتساب، نفس الألم نفس الوجع مقسوم على الأحباب. مش فارقة مين اتساب، مش فارقة مين اتساب، نفس الألم نفس الوجع مقسوم على الأحباب. بعد اللي ضاع بعد اللي راح مين فينا عاش مرتاح؟ ويا ريتنا واحنا بنفتر كنا ربنا الباب. زي الوشم ما بيتشاب، من يوم حاولنا نشيله يتعبنا، لسه الحنين جوه القلوب قتال، بس الزمان رافض يقربنا. الحب زي الوشم ما بيتشاب، من يوم حاولنا نشيله يتعبنا، لسه الحنين جوه القلوب قتال، بس الزمان رافض يقربنا. والشمس لسه مشقشقة غابت في بحر من الضياع، ما هو من البداية كان اللغة مكتوب على ورق الوداع. شمس النهار يحلى احنا كان هنغني احنا الرحمه